ناهد مولين، سبق وشاركتي في عدد من برامج المسابقات الغنائية، ولكن مشاركتك كانت كتقابل بالرفض، ماشي بسبب صوتك ولكن بسبب آخر. دابا بيناتنا شنو هو السبب؟ وبكل صراحة نتكلم ولا لا؟ بكل صراحة مادام جينا للبرنامج إلا ونتكلموا بكل صراحة وصدق. ما عرفتش واش كان السبب هو الحجاب، هذه الحاجة الأولى. الناس اللي ما كيعرفونيش أنا كنت بالحجاب، دست في مراحل، واش ما كتبهاش الله، ما كتابتش، ما كملتش، أو لا واش كان سبب ديال الحجاب، الله أعلم. ولكن أنا كان أكد على الحجاب، كان دار واحد العائق. داكوغ، وباش عرفتي؟ باش عرفتي انه الحجاب ولا يقدر يكون انتيا ما عندكش هذوك لي كريتير اللي تيقلبوا عليها هذاك البرنامج؟ كنت فعلا المره الاولى، المره الثانيه كنوصل لواحد العروض في الاخير، وبالرغم ان يعني كتوصلي شنو حتى للمرحله الاخرانيه ديال الحاله اللي غنكون عندهم في الدار البيضاء باش ندوز قدام لجنه الحكم. داكوغ، فتحنا ما كناش نسمع صوتك، ما سمعناش صوتك. مرحبا.